وصل سيادة المطران ويليام الشوملي إلى الأراضي المقدسة ليتسلم منصبه الجديد كنائب بطريركي عام للقدس وفلسطين. وكان في استقباله غبطة البطريرك بيير باتيستيا باتسبالا بطريرك القدس اللاتين وأمين عام البطريركية وقدس الأب حنا كلداني وقضاة المحاكم الكنسية في المدينة المقدسة. وكان سيادته قد استقبل في دار البطريركية اللاتينية بعمان قبل مغادرته المملكة رؤساء وممثلي الكنائس في الأردن وشخصيات دينية ورسمية وإعلامية، ممثلة بالدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين لوداع سيادته قبل توجهه إلى القدس، والترحيب كذلك بالنائب البطريركي الجديد للاتين في الأردن قدس الأب جمال خضر، حيث شارك في وداع المطران الشوملي رؤساء وممثلو الكنائس في المملكة ووفود من جمعية الكاريتاس الأردنية والهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين وشخصيات دينية ومدنية، متمنين لسيادته التوفيق في خدمته الجديدة وتمنياتهم للأب جمال خضر خدمة مباركة ومثمرة في الأردن. الواقع أنا بحتفظ بذكريات جميلة جدا من خدمتي المنتهية في الأردن، شعب طيب شهم كريم محب لكنيسته، وكونت كثير صداقات مع ناس من رعايانا ومن غير رعايانا. وطبعا أنا بنتقل للقدس وفي قلبي محبة ومودة لهذا الشعب اللي خدمته، وبطلب صلاتكم حتى أيضا أواصل خدمتي في القدس وفلسطين اللي فيها برضو صعوبات كثيرة من نوع سياسي واقتصادي واجتماعي، ودور الأسقف هو دور أيضا تقوية الإيمان ورفع معنويات الناس، إصلاح ذات البين بين الناس، وكل ما يتعلق بأعمال المحبة والخير. فبطلب صلاتكم، وبدون شك سوف أذكر الأردن وكنائسها وشعبها وحكومتها ومليكها في صلاتي في الأماكن المقدسة في القدس. وداعا وشكرا لكم. أولا أريد أن أعرب عن سعادتي بخدمة الجديدة في الأردن. الأردن جزء عزيز جدا من البطريركية اللاتينية في القدس، والمؤمنين هنا يتمتعون بحياة إيمانية قوية وبنشاطات متعددة، كنيسة حية لدينا في الأردن. من ناحية أخرى سعادتي أيضا بالخدمة في هذا البلد في الأردن وفي تحت ظل جلالة الملك عبد الله، وهذه الخدمة هي خدمة لجميع أبنائنا وجميع مواطنين هذا البلد، هذه العائلة الهاشمية التي لها الوصاية على الأماكن المقدسة، فهذا الرابط ما بين مدينة القدس وما بين الأردن. فبحكم منصبي الجديد كنائب بطريركي للكنيسة للبطريركية اللاتينية في الأردن سأبدأ بهذه الخدمة بالاستمرار في العمل الذي تقوم به الكنيسة وفي التعاون والحوار مع الجميع، ومن هنا ننطلق بنعمة من الله بطلب نعمة الروح القدس حتى يقود خطواتنا لما فيه خير الكنيسة وخير هذا البلد.